في الآونة الأخيرة ظهرت توبئة عدة في المشهد العراقي، الحمى النزفية التي أصابت مناطق في وسط وجنوب العراق وهددت أيضا بحدوث كارثة صحية في البلاد، بالإضافة إلى الكوليرا التي ارتفعت أعداد الإصابة بها أيضا في العراق. حتى عاد من جديد فيروس كورونا يهدد المشهد الصحي في البلاد بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات إلى أكثر من 6000 في اليوم الواحد. هذا الموضوع ينذر بكارثة صحية إذ لم تكن هناك إجراءات عاجلة من الجهات المعنية للوقوف على الموقف الصحي في البلاد والتعامل مع هذه الإصابات والبحث عن حلول ناجعة تجنب العراق الدخول في منزلق صحي وتدهور في القطاع الصحي، خصوصا مع ضعف الإمكانات لوزارة الصحة العراقية في ظل الظروف الرهينة التي يعيشها العراق. إجراءات عديدة يجب على المواطن أن يعمل على اتباعها خلال الفترة القليلة المقبلة في محاولة لتجنب أي مضاعفات وأي تدهور قد يحصل في القطاع الصحي في العراق. متابعينا الكرام، يقع على عاتق المواطن إذن في المرحلة المقبلة اتباع إجراءات السلامة فيما يتعلق بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الابتعاد عن اللحوم قدر الإمكان والعمل أيضا على تعقيم الخضروات وأمور أخرى صحية يجب أن يعمل المواطن على اتباعها.